يا سلام، ايه فساتين الافراح دي يا ولاد! الخمس فساتين اقوى من بعض، وكل واحد فيهم مختلف عن التاني، بس في الاخر كلهم ملوكي، يعني سواء مشغول كله ومنفوش او مفهوش ولا نقطه شغل، بس في حركه فظيعه، كلهم ملوكي. النهارده وبعد غياب 2 أو 3 سنين عننا، معانا مره ثانيه استاذه سهير علي، مشرفانا ومنورانا. اهلا اهلا يا شريف. ايه ده؟ ايه الابداع ده؟ عينيك الحلوه. لا لا لا، اولا ميرسي جدا على الجلابيه الجميله ومطرزه لي عليها اسمي، يعني مش عارفه اقول لك ايه. طيب. وانت طيبه، حلوه حلوه حلوه، هلبسها بقى في رمضان وفي العمره وفي حتت كتيره. اشكرك، شرفتيني ونورتيني، ميرسي جدا. احكي لي عن، بما ان احنا بقى لنا 2 سنين ما شفناش بعض، احكي لي عن الكولكشن الجديده، المجموعه الجديده. والله يا شريف هي كلها يعني معظمها رسم وتطريز. احنا بنرسم على نول ونطرز، نجيب البنات ويقعدوا يطرزوا، يعني ده انت شاطره في التصميم والبنات شاطرين قوي في التطريز جدا بصراحة. جدا بنختارهم بعنايه يعني بصراحه. احكي لي معلش، بتختاريهم ازاي؟ لان يعني حاجات صعبه قوي مش سهله. أكيد تطريز طبعا. يعني في فساتين كل الفستان كله مطرز، ازاي؟ ما هو لو انا مش هختار البنت بعنايه اللي هتقعد تساعدني في الشغل ده، مش هطلع الناتج الحلو ده. فاحنا بنرسم الفكره على التل، وبعد كده بنختار درجات الالوان ندخلها في بعض ازاي عشان في الاخر نطلع الناتج ده، عشان تطلعي الشغل العالمي بالظبط. وانت لو لاحظت درجات الوان داخله في فظيعه، واللي ايرا كانت لابساه كمان مش ابيض، لونه بيج بالذهبي، في شامبين، في ذهبي، في درجات الديجرادي مع بعض، عاملين درجات في سيلفر. معلش تعالي يعني نرجع شويه لورا، انت بداتي ازاي؟ فكريني كده. اول ما بدات كنت في السعوديه، يعني ده اول حاجه اتعلمت هناك وبدات هناك. وبس كشغل لا، بدات تعليم. اول ما بدات نزلت هنا مصر وقررت بس كل حاجه بتعرفي تعمليها بايديكي. وده مهم قوي. طبعا قوي طبعا، يعني انت بتوريهم وهم يكملوا. وعلى فكره العبايه بتاعتك دي كلها ما فيهاش مكن، كلها يدوي. كلها يدوي؟ كلها يدوي، قط كوتير كلها. تسلمي لي تسلمي لي بجد. الفساتين كلها احنا مع بعض، لسه هتعقديني كمان شويه فساتين بقى، ايه السواريه والجران سواريه والوان الحاجات الحلوه. خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل بقيه الكولكشن. خليكم معانا لو سمحتوا. اهل اسكندريه ليهم ذوق وتفاصيل في كل صغيره وكبيره زي ما بنقول. مره ثانيه برحب باستاذه سهير علي، ابداع الفساتين اللي احنا شايفينها. ايه ده؟ كلمني عن الاقمشه بقى، انت مختاره يعني، طبعا الاقمشه انت مطرزاها، بس حتى الخامات نفسها يعني الاصفر الاخراني ده الخامه بتاعته ايه؟ ستان. ستان. وكان في واحد اللي هو ابيض اللي هو برضو ده ستان؟ لا ده مش ستان، اي واحد اللي هو كانت لسه لابساه اللي هو ستان. ستان. اوكي. ايه ده؟ لا زورنا الفيسبوك والانستجرام على طول. انت مسميه البراند على اسمك مش كده؟ اوكي. طيب يعني انا اي ديزاينر محترم كده معايا بقول له عايزينك تصدر، عايزين حاجتك تطلع بره مصر، وانت اساسا اتعلمتي في السعوديه، هل الحاجات دي بتطلع بره مصر؟ لا. ليه بقى؟ لحد دلوقتي لا. عايزين بقى الحاجات دي تطلع بره مصر بقى. نفسي ان شاء الله. ارجوكوا، لان ده شغل عالمي بمواصفات عالميه، فعايزين الدنيا تشوف الصناعه المصريه والمصممين عندنا وصلوا لايه؟ اكيد طبعا، هو من خلالك طبعا انا بقدم للناس كلها ان هي تشوف شغلنا وان شاء الله نطلع بره يعني. صحيح، واي حد ممكن يتواصل طبعا معاها من خلال الفيسبوك نزلوه تاني والانستجرام على الشاشه، اي حد في اي حته شايفنا هي ممكن تعمل له حاجه سير كوماند بالطلب بالمقاسات وتتبعت. يعني بيبعتوا لي المقاسات وبودي الحاجه ما بيتحطش فيها دبوس حرفيا يعني. وهدبسك بقى تعمل لنا خط رجال ان شاء الله عشان رمضان، عايزين الناس تلبس الجلاليب الحلوه اللي انت عاملاها دي. تعالي نشوف اخر جزء من عرض الازياء، اتفضلوا مزيكا. لازم اسقف لك. ايه ده؟ ال 20 فستان مش كده؟ لا 15 فستان. 15 فستان ما فيهمش غلطه، مش معقول. انت شقيتي في الكولكشن دي ومطلعه شغل احييكي عليه، بس مش هقول لك غير كده. شكرا بجد، شرفتيني نورتيني. ما تغيبيش علينا بقى كتير لو سمحتي. كل كولكشن وانت طيبه، وكل كولكشن نشوفك عندنا هنا. الحاجات الحلوه قوي زياده على اللزوم دي عندنا في 24. شكرا يا شريف، شكرا. شكر خاص جدا لمصممه الازياء استاذه سهير علي على الكولكشن الاكثر من رائع اللي شفناه النهارده.